السلام عليكم، رجعنا لكم سؤال جديد في موضوع الاندوكراين. الأفضل توقف الفيديو، تجرب تحل السؤال لحالك، تفكر في الدايجنوزز وتحل السؤال وبعدها ترجع تكمل الفيديو. طيب، فهنا السؤال بيحكي عن أنثى 34 سنة، كانت حامل، قامت في الولادة وصار في عندنا مشاكل. فهذه نشوف هاي الأنثى خلال الحمل والحامل تبعها أو خلال الولادة كان في عندنا هون مشكل، كانت complicated. طب ايش الكومبليكيشن اللي كانت موجوده هون؟ هي سيفير بوست بارتم بليدنج، يعني بعد الولاده كان في عندنا نزيف، نزيف ما بعد الولاده. طيب بعد 6 اسابيع راحت لعند الطبيب بتشتكي. بتشتكي من ايش؟ بتشتكي انه في عندها تعب وفقدان في الشهيه. طيب كمان اذا نيجي بنشوف كمان انها كمان في عندها مشكله ثانيه، انه كمان في عندها lack of milk production، يعني عندها مشكله في إرضاع طفلها بسبب عدم وجود ملك. كمان شيء ثاني بنشوف إنه في عنا البلد بريشر منخفض 90/69، يعني كمان في عنا هايبوتنشن. طيب يعني صار في عندي عدة شغلات، إنه خلال الولادة كان في عنا نزيف، خسارة كمية كبيرة من الدم، وبعد 6 أسابيع بلشت تشعر في مشاكل معينة اللي هي تعب، فقدان في الشهية، انخفاض في انتاج الحليب ومشاكل في الرضاعه، وكمان في عندنا هايبوتنشن. طيب لما واحد بيجي يشوف هاي الشغلات ايش لازم، شو الدايجنوز لازم يفكر فيها؟ طبعا الدايجنوز في هذا السؤال هي بتكون شيهان سيندروم. ايش هذا شيهان سيندروم؟ هات نشوف شوي مع بعض ايش شيهان سيندروم. الشيء بيقوله انه البيتوتاري جلاند، طبعا هاي بيتوتاري جلاند انتيريور وبوستيريور بيتوتاري جلاند، وعندنا كمان الهايبوثالاموس. فايش بصير خلال الولاده وبشكل طبيعي وبشكل فيزيولوجي بيكون في عندنا انلارجمنت في البيتوتري جلاند. ليش في عندنا انلارجمنت؟ لانتاج الهرمونات اللازمه للمحافظه على الحمل. ففي عندنا انلارجمنت في البيتوتري جلاند. طيب المفروض انه او بشكل طبيعي لما الخلايا بتكبر كمان انه البلاد سبلاي اللي بيوصل لهي الخلايا يكون كمان يزيد، يعني يوصل دم اكثر للمحافظه على هاي الخلايا. طيب هات نفكر شوي ايش صار، ايش كان عندنا في هاي الكيس؟ كان عندنا في هاي الكيس انه كان في عندنا بليدنج. بليدنج يعني انخفاض في الدم اللي راح يوصل للخلايا. لما صار في عندنا انخفاض صار في عندنا بليدنج، خساره لكميه كبيره من الدم، معناها الدم اللي راح يوصل للخلايا راح يكون اقل، معناها بشكل طبيعي الدم اللي راح يوصل للبيتوتري جلاند راح يكون اقل. لما يوصل دم اقل للبيتوتري جلاند معناها ايش راح يبلش؟ هاي الخلايا راح يبلش يصير فيها ايش؟ نيكروسز. فمعناها اللي راح نشوف انه هون في عندنا بيتويتري جلاند نيكروسز. معناها ايش تعريف شيهان سيندروم؟ شيهان سيندروم هي عباره عن نيكروسز للبيتويتري جلاند. وامتى؟ بوست بارتوم بليدنج، يعني بعد ما يكون في عندنا نزيف بعد ما بعد الحمل اللي بيؤدي لانخفاض في وصول الدم اللي بيوصل للبيتويتري جلاند وبيؤدي لنيكروسز للبيتويتري جلاند. فمعناها جواب السؤال هون بيكون بيتويتري اسكيميك نيكروسيس. معناها الجواب هون بيكون بي، اسكيميك بيتويتري نيكروسيس. طيب هات نكمل شوي ونشوف. طيب كيف انا ممكن اربط الشغلات اللي احنا شفناها هون اللي هي البليدنج، التعب، فقدان الشهيه، الرضاعه، المشاكل في الرضاعه والهايبوتنشن، كيف ممكن اربطها في الشيهان سيندروم؟ ايش خاصها وايش خاصها في النيكروس في البيتوتري جلاند؟ اذا نيجي بنشوف هون، هون بشكل عام نحكي عن الهرمونات اللي بتخرج من البيتوتري جلاند. نعرف انه في عندي انتيريور وبوستيريور بيتوتري جلاند. ايش الهرمونات اللي بتطلع من الانتيريور بيتوتري جلاند اللي هن جروث هرمون، برولاكتين، اف اس اتش، ال اتش، تي اس اتش، الاي سي تي اتش. اما الهرمون الاي دي اتش او الفازوبريسين بيطلع من البوستير بيتوتري جلاند، هو الاوكسيتوسين. ما بيهموني هنا كثير، هات نشوف، هات نكمل شوي. طيب لما في عندي نيكروسيس للانتير بيتوتري جلاند معناه راح يكون في عندي ديفيشنسي في كل هاي الهرمونز. طيب هات نشوف اول شيء، اذا ما بكون في عندي ديفيشنسي في هرمون البرولاكتين، طب البرولاكتين بايش مهم؟ مهم لعمليه الرضاعه، مهم لانتاج الملك. معناها لما في عندي ديفيشنسي في البرولاكتين راح يكون في عندي مشاكل في اللاكتيشن، راح يكون عندي لاكتيشن فيلر، وهذا اول شيء احنا شفناه كان عندنا في الكيس. كمان راح نشوف انه في عندي انخفاض في مستوى الاي سي تي اتش. طب ايش هذا الاي سي تي اتش؟ ادرينو كورتيك تروبيك هرمون، والهرمون يلي بيروح للادرينال جلاند ومسؤول عن انتاج او تحفيز الادرينال جلاند
انها تنتج هرمون الكورتيزول. طيب لما في معناها في عندي انخفاض في الاي سي تي اتش، معناها كمان في عندي انخفاض في مستوى الكورتيزول. ايش بنسميه الحالي؟ سكندري هايبوكورتيكوليزم، يعني انخفاض في مستوى الكورتيزول بسبب انخفاض في الاي سي تي اتش. طيب انخفاض الكورتيزول ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني ويت لوز، راح يعطيني كمان ويكنس، راح يعطيني كمان هايبوتنشن. كل هالشغلات موجوده. في عندنا هايبوتنشن، كان في عندي كمان في كان عندي هايبوتنشن، كان في عندي ويكنس، كان في عندي ويكنس، كان في عندي ويت لوز، كمان كان في عندي ويت لوز. ليش وين كان في عندي ويت لوز؟ نيجي نشوف هون في الكيس ايش كانت. كانت وزنها قبل الولاده 63، خلال الحمل كان وزنها 82، بعد الولاده في 6 اسابيع كان وزنها 56، يعني خسرت كميه كبيره من وزنها خلال فتره صغيره جدا، خلال 6 اسابيع، فكمان كان في عندنا ويت لوز. فكل هاي الامور وصلتنا او تنتج بسبب نيكروسيس للبيتوتري جلاند وانخفاض في انتاج الهرمونات يلي بتطلع من البيتوتري جلاند. شكرا جزيلا.